فكرة مجد كده بمشغول انت امبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول زغرت الفرحة زغرت السكرة مجد كده بمشغول انت امبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول حدودك من هالعالم أبعد رح نبقى العمر سوي Robert Frangieh زغرت الفرحة زغرت السكرة مجد كده بمشغول انت امبارح انت بكرة انت اليوم وعلى طول الى ضيف الحلقة سيتسي من الموسم الثاني برنامج زغرتا امبارح بكرة عبر زغرتا تشانل الدكتور جوني فنيانوس. جوني فنيانوس ما كتير يعني بتستهوي كلمة فنان مع أنه هو بيكتب، بتقول له أنت بتكتب بيقول لك الحاجة أم الاختراع تقريبا، بلحن يعني لاعب البيانو اللي اعتكف لأسباب خارج عن إرادته. جوني فنيانوس قدر وظف الفن والموسيقى لخدمة البيئة، حط هالآلات الموسيقية وهالحناجر الحلوة بخدمة البيئة، وقديش نحن بحاجة لناس من هالقماشي من هالصنف يحطوا الموسيقى والفن والكتب والإصدارات بخدمة البيئة المتشعبة، نباتات وطيور وفراشات وأزهار وأشجار ومحميات، عسى أن لبنان كله يصير محمية. جوني فنيانوس بتشعبه كمان عنده كتاب، إن شاء الله بيصير فيه أكثر من عنوان بمسيرته التأليفية رح نضوي عليه أكثر. خليني بالبداية أقول لك أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ابن زغرتا العائد إلى زغرتا بهالحوار التلفزيوني بدون ألقاب ببرنامج زغرتا امبارح بكرة. أكيد بيناتنا ما في ألقاب أصلا، أنت بتعرف خالي وأنت بتعرف معزتك. لا بس فعلا مسيرة مضيئة بالعلم وبالفن، بس بزغرتا كلنا بتسقط ألقابنا. لكلنا سوا بزغرتا هون عائلة واحدة يعني، عرفت بطلنا يعني ما في حدا بين من عيط القلب لبعضنا، بالعكس نحن كلنا أخوة وعائلة واحدة، وكلنا بتعرف قديش يعني بس نرجع على زغرتا قديش هل هيك هالروح العائلة كلها سوا بتلاقينا. وقت بيجوا معي أصحابي من بيروت ولما بيكونوا مسافرين بيجوا بس بيقولوا لي دخلك بس تبلش تحكي هون بزغرتا بتغير لهجة تبعك. كلنا سوا بيقولوا لنا هيك كلنا سوا بيقولوا لنا أنه بس تكونوا على ساحة الميدان دخلكم شو بيصير لكم بتبطلوا تحكوا إلا زغرتي. بنصير نحكي زغرتي وبس تعصب بتصير كارفة زغرتي. 100% جوني أنا بدي أرجع للحظات صغيري معك لأشياء أنا شخصياً بتعني لي ببداية حياتي الإعلامية. بيك الوالد أبو جوني، يعني بأيامنا ما نسمع إلا الولاد وين رايحين على ملعب أبو جوني. صحيح. المدرسة أبو جوني الموسيقية اليوم صار عندنا كونسيرفاتوار بزغرتا ومدارس أخرى بالموسيقى، بس البداية ولا ممكن ننسى مدرسة أبو جوني. كتير من المطربين الشماليين الزغرتويين مسكوا العود وحملوا العود بعد ما تعلموا مدرسة بيك. يعني أنا بيحضرني هلأ مشهد العواد الفنان محسن الزعتيني معوض عم بيعلم يعني حوارته بمدرسة أبو جوني الموسيقية. يعني مش بس أبو جوني المناضل بحروب زغرتا دفاعا عن كرامة زغرتا. صحيح. ليك روبير وقت سألتني أول شيء قلت لك يمكن كان لازم بيي يجي يقعد محلي، لأنه بيي عنده قصص وبزغرتا بتعرف يعني بيي الناس أول شيء بتعرفه أبو جوني المدفعجي. صحيح. اللي أبو جوني اللي دفع عن زغرتا وكرامة زغرتا واللي ما وقف قدامه شيء، واللي وقتها كل الناس تراجعت بيي بقي راسه قال لهم لا ما حدا بيرجع على أبدا يعني، وحمي كان واقف بالجبهة الأمامية، وكان كل الناس بتعرفه أصلا. صحيح. وبيعرفوا مين أبو جوني. أبو جوني بس خلص اصلا ابو جوني كان استاذ مدرسه. صحيح. وقت اجت الحرب بتعرف بطل في مدارس، فترك المدرسه وراح المدفعيه، وقت خلصت المدفعيه رجع على المدرسه. على المدرسه ورجع على المدرسه كمان كتر خير قلب بدل اقول لكل الناس نحن عنا يعني بي ناضل وناضل بشرف وناضل بنظافه. يعني بي كان يعني وما بحياته حدا بيقدر يقول انه ابو جوني قدر مسك ايد حط ايد على محل بعد ضيعة فيته عليا ولا أخذ غرض. نعم. من غير محله. بعدين وقتها أيوة. أكيد وقت رجع بي على على الـ على الـ من الحرب رجع فتح المدرسة، رجع على المدرسة يعلم. صحيح. وبتعرف الأوضاع كانت كتير تعبانة والأوضاع نحن حالتنا حرب. صحيح. ونحن حالتنا المادية منا كانت هالحالة المادية المرتاحة يعني، بالعكس. نعم. نحن كنا من العيال الفقيرة بصغرتا، فالوالد كان عم بيناضل بطريقة كتير كتير حلوة وكتير قوية. وبعدين على فتره
لك رح بلش لك بالموسيقى. بيجي هونيك نهار بيقول لي لك بالمدرسة في أبونا جاي عم بيعلم موسيقى كان اسمه بير أنج علم الله يوجهه للخير داريا من داريا صحيح. صحيح. فقال لي عبالك تتعلم بيانو؟ قلت له أنا أكيد. فرحت بلشت أتعلم بيانو كان عمري بتصور 10 سنين. فوقت بلشنا بالبيانو بلشت أتعلم وهيك صارت كنت عم بتقدم كتير كتير بسرعة يمكن كان عندي موهبة شوية وشغف وشغف فكنت كتير كتير أتمرن لحد ما قال له بير أنج إنه لازم تجيب بيانو على البيت. وقت جبنا بيانو على البيت وصار بي يحس بهالفرح بالبيت وصار هيدو قال لك ليش أنا بس وحدي بدي أفرح بالضيعة خلي الأهل يفرحوا بولادهم أهل الضيعة يفرحوا وخلينا نعمل مدرسة موسيقية وهالضيعة ما فيها شيء صحيح. ففتح مدرسة موسيقية وبلشنا شوي إنه أنا كنت ديجا شوي صرت أفانسي بلشت أنا أعلم بالمدرسة صار جبنا أساتذة من برات صغرتها لأنه بصغرتها ما كان فيها أساتذة تعلم بيانو اليوم محليها في بالجامعة الأنطونية أكيد بجننوا في جيلبير معوض في ماري دحدح في شباب في اللي علمت أجيال ماري دحدح وأجيال صحيح فكمان ماري دحدح كانت معنا كمان أكيد فيعني جبنا ناس من برا من برات صغرتها وبلشوا على الموسيقى استطبطوا أساتذة وهو حط هالنواة إذا بدك حط هالنواة اللي غرسة كتير حلوة بصغرتها واليوم صار في عندك جيل صار في جيل موسيقيين كتير لأنه صاروا يحبوا الموسيقى وزيادة عن هيك كمان عمل مدرسة مدرسة كمان تعليمية اسمها كان مدرسة التأهيل الصيفية صيفية بالصيف كان معروفة كان يعلم بالصيف وكان فتح بوقتها ملعب ميني فوتبول بوقتها ما كان حدا بيعرف كانت جديدة بعد الموضة يعني بعد ما كان في منها هيدا شيء يعني هلأ الموضة صارت قريبا من شوي خليني أقول كمان بيكفي أنه أنتوا اليوم بالبيت 3 شباب فرقة موسيقية فيكن تكونوا مش بس 3 شباب لا يعني مش بس 3 شباب في عندنا اختين كمان كوزيت حسنا مزبوط حسنا ربحت ميدالية فضية باستوديو الفن كوزيت كمان تخرجت بتغني كتير منيح تخرجت من دار المعلمين موسيقى توني فيولونيست جيلبير تشيلو وعزفوا مع اسماء كبيرة كلهم عزفوا صراحة جيلبير وتوني عزفوا مع كل الموسيقيين اذا بدك مع السيدة فيروز مع السيدة فيروز مع وديع الصافي ماجد الرومي كاظم ساهر اكيد شو بدي عدنا نعد اوكي فالعائلة كلها سوا كل عائلتنا بالموسيقى وحتى يعني هيك عرفت نحن وقت نجتمع الجو بيكون كثير غير يعني عرفت نحن ما في بيت عندنا يقلى ما في بيانو بقلبه وين بتلاقينا اجتمعنا بناخذ هالبيانو بيجي جيلبير مع بيانو لناس بيلعبوا بيانو مثل ما بيقول زياد الرحباني مع الاسف البيانو ببيت الاكابر زمان الفن على الطناجر صحيح. بتشوف بيانو حاطين عليه مزهريات وما حدا بيعرف يستعمله في كثير هيك في كثير اوقات بتفوت على بيت انا بس شوف بيانو ما فيني ما اقرب عليه وافتحه واحكي معه فبتشوف اوقات حرام يعني فتت على بيت من فتره في بيانو هيك كبير مغطى وكل شيء في غراض عليه قلت لها المدام انه هالبيانو شو قالت لي من ايام 6 وما بعرف شيء عنه هذا فتحته طلع بيانو يعني قيمته الفنيه كثير كبيره من اهم بيانوات بالعالم يعني حطته كبته عرفت انه حرام نحن عم نعد الاسماء اللي عزفوا اخواتك معهم كمان فينا نقول زياد الرحباني كمان صحيح 100% بدي يعني انت كونك هلا نازح يعني صغرتاوي 100% قال لي كثير لطل يعني لو ما الاهل الموجودين خلي ردك يعني لمرحلة الشباب بوقت الأولاد بيروحوا على الملاعب يتشيطنوا يعني يتشاغبوا بيروحوا بيلعبوا كرة قدم أنت كنت يعني كل أحد تروح تقدس بأربع خمسة أقداس يعني من ماري يوحنا لست صغارتا لماري يوسف صحيح. كنت حدا بارز كتير بكورال جوقة رعية صغارتا أهدن أو أهدن صغارتا مظبوط ولا لا فترة طويلة كنت بال14ات كنت قبل كمان بتصور كان عمري 11 او 12 سنة وقت بلشت نعم وفتنا على كمان الوالد بيقول لي شو قولك تبلش تطلع على هالكنيسة مع انه بي اول شيء ما كان كثير بمارس الشعائر الدينية وهذا ما كثير يعني وهو عنده الفلسفة انه لازم الانسان يمارس اكثر فعل اكثر من يعني في كثير ناس بيروحوا على الكنيسة بنعرف بيروحوا على الكنيسة بيرجعوا بس يطلعوا لبرا الله بيعرف شو بيحكوا وهن بالكنيسة الله بيعرف شو بيحكوا فبي كان أكثر من هدول الناس اللي إذا بدك إنه نبارس حياتنا المسيحية أكثر من إنه نبين إنه عنا شعائر ونتابعين الشعائر فكمان من باب إنه اليوم وقت تصلي كتير حلو تصلي بوقت يكون عندك دينتك مرتاحة أنت عم تصلي شيء كتير حلو يعني أنا بعرف وقت بروح على الكنيسة تقدر أقدس
كتير اوقات ما بروح لانه الاصوات اللي بتكون عم بتنشز حوالي ما فيني اسمعها. مش هيك بيقولوا من يرتل الله يصلي مرة ثانية 100%. مش بس هو بيصلي، بيخلي كل الناس تصلي معه. يعني اليوم انت وقت تطلع تصلي وترتل بالكنيسة شغلة كتير حلوة، وشغلة بتساعد كتير الناس تصلي وبتقربهم من الله. فطلعنا كان بوقتها في ابونا عم بيخدم هو القداس، فكمان بلشت انا العب معه موسيقى، وبلشت كل يوم روح على مار يوحنا. كان في جوقة الرعية وكتير شباب كانوا معنا بيجننوا بياخدوا العقل. حنا دحدح بتتذكر منهم؟ اكيد بتذكر. في كانت معنا كاتيا كرم بتصور، كانت عم تعمل، كان والخورية معنا الخورية، كانت معنا كمان مرت الابونا، كان معنا الابونا، كان معنا كمان مرته الخورية الابونا جمورة، ابونا جمورة، كان معنا الابونا جورج فرنجية اللي هو اليوم بير استفان مونسينيور مونسينيور استفان فرنجية، كان معنا بدوي دحدح. كان انه عرفت كانت الفرقه كثير، كانت الجو كثير كبيره وكثير حلوه. وبعدين هلا بتذكر كنا نطلع في بمار يوحنا في التختيه اللي فوق، او انت فايت على الكنيسه بتطلع لها، وكنا نخدم القداس فوق. قليل ما كنا ننزل لتحت نخدم، بقى كنا نخدم قداس الصبح، كان في قداس الاكسوفيل يمكن، وكنا نرجع نخدم قداس الساعه 10 كان قداس المونسينيور بوقتها المونسينيور سعادي اللي صار مترامبول سعيد السعادي. نعم، من جوقة الرعيه الى جوقة قديشة، جوقة تروح للكاثوليك الاب يوسف طنوس، مشوار كبير طويل. طال مشوارك مع هذه الجوقة. صحيح، هي اذا بدك يعني اول فتره الكبيره كانت مع جوقة الرعيه، حتى وقت فليت من صغرتها انا. فليت كان عمري 17 16 سنه ونص، فليت من صغرتها. كنت ضل ارجع على الويك اند لحتى نخدم القداس. يعني كنت اجي نتمرن مع جوقة، وكان عندنا جوقة كمان مع ابونا يوسف فرنجيه بجوقة، عملنا جوقة للاولاد كثير حلوه كانت مع بمار يوسف، كمان اخذت وقت كثير حلو، وعملنا جوقة كمان بسيدة زغرتا كمان. يعني عرفت، وكانوا اخواتي ينزلوا معي على طول يرتلوا معي لانه اصواتهم كثير حلوين. يعني اختي حسنة صوتها بياخذ العقل، اختي كوزيت كمان صوتها كثير حلو، فكانوا ينزلوا معي ويغنوا معنا. وهيك عرفت يعني هذه الديناميك كانت. بعدين وقتها صارت بير طنوس بجوقة الكاثوليك، نزلنا معه كمان، كنت عم بلعب بيانو معه، عملنا احتفالات كتير حلوة وبتعقد. وبعدين كمان رجعنا على جوقة قديشة، عملنا سوا جوقة قديشة، مش انه سوا، هو ألفها أكيد، بس انه بلشت معه أنا وقتها بلش الجوقة، بلشنا سوا وعملنا احتفالات بكل لبنان. وهيدي الجوقة معودة على الطاقات الزغرتاوية اللي كان معك، اللي كان مع غسان الشدراوي اللي غسان كمان غسان كان معنا بالمدرسة، وغسان من الأصحاب اللي كتير قراب كمان. نعم، هلا أنا وياك بالجو الروحي رح نروح على ترنيمة كتبتها ولحنتها بحبها كتير، ضلي صلي لي. صحيح، كارلا سليمان، يا أمي ضلي صلي لي، من كتابتك وألحينك، والأحلى أنك صورت فيديو كليب بأهدن. بأهدن وبحد أرضي، أمبليس عندي أرض فوق حد دير الصليب، دير الصليب فوق، أنا هذا الدير بحبه كتير، وعندك منظر فوق، بيسألوني وين قاعد، بقولون أنا والله فوق حد بعضنا، ما فيش حدا بقى، شيء كتير حلو. ضلي صلي لي. أحلى دواء
يتجسد ربي وصار هو إنسان. شفنا الفيديو كليب وحلو انك صورته كمان بمنطقتك بإهدن. سما قريبي هوني. سما قريبي كتير وعندي هيك بتحس بس تطلع أهدن بتحس هيك بنوع من الارتياح الروحي إذا بدك. أصلا كمان أهدن بتحمل يعني أصلا بتحمل كتير روحانيات وبتحمل فيها كتير بتحفز بتحفز وفيها كمان في عندك المحمية لحدك يعني شغلة كتير مهمة أهدن. رح نحكي عن المحمية بس خليني أقول قبل أنه صار في عندك مشكلة بإيدك مناعتك يعني عن العزف على البيانو صحيح. لوقت طويل هالمشكلة كيف تجاوزتها؟ مش هين يعني مطرب يفقد هنجرته لاعب بيانو ما يعيد يقدر يلعب بيانو صحيح. مثلك انت او مذيع ما يعيد عنده خيمة صوتية كتير شي صعب صحيح. كيف تجاوزت هالمشكلة؟ بالانسان الله بيبعث له شيء اسمه التاقلم يعني بيعمل بيتاقلم مع الحالات اللي هو بيقطع فيها خصوصا اذا عنده وزنات كثيره يعني كتر خير الله 100% كتر خير الله. هلا اليوم انا صار اللي صار معي صار كنت عم بلعب بكونسير بنص الكونسير رفقه معي طندون بايدي يعني شغله كثير مزعجه كانت وما لها علاج وما لها دواء مش ما لها علاج لها يعني اول شيء كثير تعذبنا لانه الحاله هيدي ما في منا كثير كوميون يعني وقتها شفت بروفيسور بفرنسا قال لي بتصور هيدي ربع او خمس حالة بالعالم انت عندك اياها هيدي صارت لانه كثير كنت اتمرن ولانه كنت كثير عم بلعب وكان في ستريس ويعني بتصير هلا اللي صارت هيدا هو هيدي مشيئة الله مثل ما انت بتتجاوز نصائح الاطباء وبترجع بتعزف لا هلا برجع بعزف لانه ما فيك ليك ما فيك ما تعزف مثل ما واحد شو عرفني من مثل لعيب فوتبول تحط له طابق قدامه وتقول له ما فيك تشوطه يعني انه اذا حتى هو مكرسح رح يعمل هيك يعني نو واي ما في مجال ما بتقدر ما بتقطع يعني ما فيك تشوف بيانو ما تقوم تقعد عليه هلا ما بقى فيك تلعب القصص التكنيك اللي كنت تلعبها قبل الصعبه والفيرتيوز بس بتلعب قصص حلوه كثير قصص حلوه وانا بألف شويه يعني بيني وبين حالي بألف شوي وهيك يعني انا عالم الموسيقى هو عالمي لالي يعني انا بيانو لالي وقت بكون زعلان بفوت بقعد على البيانو بلعب انا وبلعب بيانو بحكي انا وياه لانه النغم تعرف يعني وقت بتحكي مع حدا بيرد لك حلو هالبيانو تخيلته شي مره بقلب محميه حرش ادن اللي طبعا بيقولوا كثير الخبراء البيئيين انه ممنوع يكون فيها موسيقى لانه بتاثر على انت بتعرف موضوع الطيور يعني الطيور الضيفة صحيح بتصير تهاجر على سماع صوت الموسيقى انت اللي اشتغلت بمحمية تنورين ومحمية ارز الشوف وعملت يعني عمل مناخ رائع جدا اللي كان هونيك ولا هونيك ورح نشوف هلا نموذج محمية اهدن ليش بقيت بعيدة عنك او هي بعدت عنك لا مش محمية اهدن بعيدة عني لك انه عادة انه انت موجود يعني بدك تخليني اقول قصص ما كثير حب اقولها يعني بس انت موجود ما حدا عيط لك ما حدا سالك عرفت وقت ما حدا بيسالك ما بتجي يعني انه بهالبساطه يعني بس عرفت بهالبساطه وانا يعني المحميات التانيين يعني محميه ارز الشوف عندي علاقه معهم كثير قويه وبشتغل معهم صرت شغل معهم كثير بروجيات واشتغلنا معهم لحتى طورنا اذا بدك الايماج الصوره تبع المحميه وعلينا الستاندردز اذا بدك بطريقه كثير حلوه عملت لهم كثير ايفنتات فوق عملت لهم مشيات موسيقيه بياخذوا العقل انت عم تشتغل بارز الشوف او بتنورين بالمحميتين تخيلت مش بس بالمحميتين بشتغل مع كثير محميات روبير انا شغال مع الويزات اللي بيقى رح نحكي بس بهال يعني اذا بدك بهالنشاطين اللي انعملوا بتنورين وبارز الشوف ما تخيلت محمية حرش اهدن بركي غابت عن الناصة ينعمل فيها شيء مش بس عن الناصة يعني مركبة الصورة ببالك انا شفتها غير محل انا يمكن كنت شفتها بالجافية او كنت شفتها بغير محل اكيد او كنت شفتها على الصليب فوق مع سانسيت بياخدوا العقل عرفت الناس قاعدين وهدول الايفنتات اللي انت كنت هلا عم بتقول ليش الموسيقى من يعني ما بنحب نعمل ايفنت بالموسيقية بالمحميات هي بس لانه الـ 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 بيكون عندك اثر اذا بدك وقت تروح على محل حسب قديش بتحط اكويبمنت يعني قديش بتحط مكانات ومعدات انت اذا ما حطيت معدات الامباكت تبعك ولا التاثير تبعك على البيئه بيكون كثير بسيط المشكل هو وقت تحط سبيكرز كبار وقت تحط كهرباء وقت تجيب موتورات وقت تعمل كل شيء بينما الايفنتات اللي عملناهم يعني عملناهم ما خصهم يعني ما فيهم شيء جبنا بيانو كبير نعم حطيناه تحت الارزات
وقعدنا الضيف كان راول دي بلازيو عم بيلعب. رح نشوف فيديو هلا. في عنا فيديو صغير. حطينا راول دي بلازيو على الارض دغري يعني على الكرسي البيانو على الارض، لا حطينا خشبه ولا حطينا مشي ابدا 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 مشي. والناس قعدناهم والديكور كثير بسيط، ما في ديكور اصلا، ما بتعوز ديكور. المقاعد شو اللي كانوا؟ المقاعد كانوا بوف بس بوف. معمولين من مواد اعاده تدويره يعني جبنا قماش تبع اليخوتي اللي كانوا بيستعملون ليخوتي، ظبطناهم وحطينا لهم مواد بقلبهم كمان معاد تدويره. ف وبقلب الطبيعه اذا هلا بتشوف الفيديو ما راح تشوفهم لانه بتحس الناس قاعدين طبيعيا ما في شيء. ما عملنا ابدا 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 ولا اي لا صوت ولا 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 اي شيء ولا اي تلوثات ولا اي تلوثات. بالعكس الناس كانوا قاعدين عم بيغنوا مع البيانو، واصلا مش في عازه البيانو بوقتها الصوت تبعه. انا يعني قبل ما اجي راول قعدت ولعبت يعني ما بخبرك روبير شو هالشيء، شو هالسلام اللي بتحسه انت عم بتلعب انت والطبيعه وانت والعصافير. هالمطرح الحلو. وبالعكس بتعيط لهم للعصافير بهالوقت لانه برجع بقول لك ما في شيء مزعج. باركي هني الكورال بيكونوا. ايه 100% 100% 100% ما بتحس. خلينا نشوف هالفيديو جوني اللي عم نحكي عنه ليعرفوا كمان بالصوره الصوتيه المشاهدين عن شو عم نحكي. طبعا شفنا الفيديو جوني، يعني موضوع البيئه الاهتمام البيئي مش بس دراستك حول الادراك يعني البيئي اللي عملتها، الدراسه الاطروح اللي اشتغلتها ومش بس الحس البيئي اللي بشخصيتك ترجمته بكثير من المطارح بكثير من النشاطات اللي ما بتتوقف. صحيح. اللي بيتابعك مبادره سوا من امن خط الرجعه مع وزاره البيئه ايام الوزير السابق فادي الجريصاتي اللي طبعا كانت كتير مميزة، واللي كمان إذا بدك بحضور سفراء اللي عندهم طيور مهاجرة على خطهم. صحيح. بالدول الموجودين فيها. أنت بتعرف يعني نحن لبنان هو منطقة كتير كتير حساسة. صحيح. كتير مهمة لعبور الطيور المهاجرة. مهاجرة. فالطيور وقت تسافر من أفريقيا لأوروبا تمرق بلبنان. وبالعكس هني في عندك موسمين هجرة بالخريف وبالشتوي وبالربيع. فالطيور كلها يمكن 90% من الطيور العالم بتمرق من عندك من هون لبنان لان اتمنوا هالقد مهم. فالاعداد الهائله اللي بتمرق بلبنان لازم شوي نحترمها وشوي نعملها اذا بدك محل. نحن اليوم معروفين بالعالم كله سوا انه بلبنان اكبر مجازر صيد الطيور. صيد. الجائر الصيد الجائر مش الصيد وما في ثقافه صيد وما في ثقافه يعني صيد مية. الصيد الجائر عم بتصير بلبنان يعني. صحيح. اليوم بيقطع العرنق فوق لبنان بتلاقيهم عم بيقوصوا عليهم بالكلش وبالام 60 وبعدها قليل دورات التثقيفيه للصياد يعني 100%. ليك اشتغلنا كثير على هذا الشيء صراحه اشتغلنا كثير. بس اليوم القانون ما بينحب، القانون بيفرض على الناس. صحيح. يعني اليوم انت اذا بدك تترك الناس كل واحد على هواه يشتغل كثير هين يعني كثير هين. بتطلع تاخذ باروده وتطلع تقوي يعني حتى بالمحميات جوني لنحكي الامور باسماء يعني بعده المامور ما بيحق له يحرر ضبط. صحيح. يعني الضبط بيروح بينلغى يعني مشي ورق بالهوى. ايه بس اليوم بس في قانون بيئي وفي مجبور يعني بالمجلس الاعلى للصيد البري. نعم. في بقلب المجلس في جنرال من الجيش وفي جنرال من الدرك موجودين. نعم. اللي هن مفروض يكونوا عم بيحموا تطبيق القانون الصيد بلبنان. وانا اللي بستغربه روبير عن جد ما بعرف يعني هلا انت بتعرف اليوم وضع لبنان كيف هو. اليوم الناس عم تشحد الملح بلبنان. انا بستغرب كيف اليوم وقت يطير في طير العرنوق اللؤلؤ اللي بنعرفه. نعم. وقت بيطلع الطير العرنوق او البليكان يعني البليكان الابيض ولا الكرك. نعم. كلهم وقت يقطعوا خيي بتلاقيهم عم بيقوصوا عليهم بالكلش وبالام 16 يعني منين عم يجيبوا الخرطوش؟ يعني كل خرطوش بتطلع عليهم هدول حقها ما بعرف قديش يعني هذا اللي عم بيقوص بيقدر يطعم عيلته برشق خرطوش ما عم بفهم.
طبيعي. عرفت انه هذا الشيء. وبعدين انتبه، هدول الطيور محميه بالعالم، مش انه محميه هون بلبنان لانه في قانون. لا طبيعي، نحن موقعين، نحن لبنان موقع على اتفاقات، ومحميتنا الطبيعيه الوطنيه صحيح تلزمها تكون محميه كونيه باتفاقات معينه ومحدده. هلا انا وياك رح نشوف المشاهدين فيديو اطلاق قد عصفور مقوص. كمان في ليك في اثنين في اثنين في اثنين فيديوز موجودين يا ريت بتقطعهم. في واحد عن البليكن اللي ببلش بيقول انا صياد بحب اتصيد وتصيد الصوره اللي هي سوا منه خط الرجعه. وبالانجليزي this is how we shoot birds in Lebanon. بتعرف شوتينج بالانجليزي فيها تكون بالباروده وفيها تكون بالكاميرا. بالكاميرا فيك تقوص 100%. فبنقول انه نحن بالكاميرا بتقوص بالباروده بتقوص الطير مره واحده، بس بالكاميرا انت بتقوصه مليون مره وفي غيرك كان شوتت مليون مره. مش هيك يعني بقول للمشاهد هيدين كتير العشاء البيئة وقت بيقولوا شو فينا نعمل بالمحمية كله ممنوع ممنوع بالقانون 121 انه فيكم ممنوع تفوتوا بارودة، فيكم تفوتوا ريشة وكاميرا أكيد. وقلم تكتبوا قصيدة وترسموا عصفور وترسموا ضبع مخطط. المشكل ما في وعي، يعني المشكل مش عند الولاد، المشكل بالتربية عنا. نحن ما عنا وعي بيئي بالمدرسه، ما بيعلمون بلا ما يعلمون التاريخ اللي ما بعرف اي متى بلش. خلوني يعلمون شوي بيئتنا كيف نحترم البيئه كيف نحافظ عليها. تحسنت بالسنوات خلينا نقول الخمس الاخيره، صارت في كمان مواد يعني محاضرات بيئيه بالمدارس. ايه المواد اللي صارت هي اذا بدك بوادر البروجرامات اللي عم بتصير مع اليو اس ايد مع الايو مع المنظمات الغير غير حكوميه اللي عم بتساعد واللي عم تجرب تعمل نشاطات اكيد. بس الدوله اليوم مأثرة كتير بهذا الشيء. اليوم بلا ما أنا على كل القنوات التلفزيون بموسم طيور المهاجرة لازم يتجبرن الدولة يحطوا قصص توعية للناس تصقيفية لحتى الناس تفهم. ما فيك تحمي شيء ما بتحبه روبير، مثل هالفيديو اللي رح نشوفه هلا أنا وياك. يلا عصمت هي كرك كومون كرين، عصمت تقوس برأس المدن. للأسف عنا بلبنان مشكلة القويصة اللي معن بوهريت وما بيعرفوا عشو بقوصوا. هذا الطير محمي دوليا ومحمي لبنانيا، لأنه كل أنواع الطيور اللي منع على لائحة طرائد الصيد ممنوع قواصها. أخذناها عند حكيم بيطري داويناها وهلأ صار وقت نفلتها. فنحن لحتى نعطيها أكثر فرصة نكمل طريق هجرتها بدون ما حدا يتعرض لها، جينا على اقصى الجنوب وعم نفلتها بمنطقه سهل احسن لحتى نتاكد انها قدرانه كثير مضبوط وانها تعافت 100%. انتقالا شوي للمواضيع الغنائية، توظيف إذا بدك النص اللي بتكتبه وبتقول أنا مني كاتب غنية واللحن اللي بتوضعه لغنية دايما بيكون في التزام بقضية. يعني أغنيك اللي أخذ الطريقة على صفحات الثورات ما كتبت خصيصا لهذه الثورات، سبقت
يعني الثورات ربما الثورات تبنتها. بيحضرني هون غنية حلم وطن اللي بتقول انت بمجالسك الخاصة انه ما انا كتير راضي عن تسجيلها لانه من حفلة. لا انه مش منا كتير كيف تكون اضبط بعض. ايه لانه مسجلة لايف البنوت الزغطورة اللي هي بنتك؟ لا مش بنتي هون بنتي غنتها مع جوزيف عطية. بنتي غنتها مع جوزيف عطية اول مرة غنيناها عملنا بتعرف انت انا بعمل وان لبنون الايفنت تبع وان لبنون اللي بيجمع حوالي 50 فنان لبناني من الفنانين الكبار. فوقت عملنا وان لبنون اول مرة كنت عم نكتب هيك عم نحكي شو بدنا نكتب. وعلى فكره كمان مروان خوري هو اللي كتب الغنيه الرسميه للوان لبنان للمهرجان تبع وان لبنان واللي غنوها كل الفنانين سوا. نعم. بهذا الحفل كمان عملت غنيه غنتها تينا بنتي مع جوزيف عطية وكانت انه من وحي المناسبه عرفت انه حلم وطن. هي الغنيه مسجله بصوت تانيا قصيص. ايه مسجله بغنيه. نعم تانيا قصيص غنتها بتصور بالكازينو. تانيا قصيص اللي إلا أكثر من لحن وكلمة منك بأكثر من عنوان غنائي. صحيح. هي بس أقول لك بس روبير هي مش هيك. هي أنا أوكي. أنا مني يعني أنا بكتب وبتركهم بالجرور ما أجي يعني ما بروح صوب الفنانين ولا بروح صوب المغنين لأنه أول شيء بعرفهم كثير أصحابي أنت بتعرف إنه هذا الجو إنه أنا فيه وكلهم أصحابي وكل شيء بس أنا ما بروح صوبهم لأنه منا يعني وظيفة عندك مش قصة وظيفة قصة أنا بكتب لإلي ما بكتب لمتعتك الشخصية. طيب بس وتانيا في علاقة شوي خاصة أنا وياها لأنه تانيا كل تسجيلاتها لتانيا أنا بشرف عليهم. أوكي. وكل حفلاتها لتانيا أنا بكون أنا بشرف عليهم كمان فبتعرف بالجلسات بنكون وهيك بسمع انا بدي غني وعرفت انه بغني هني حتى بالانتفاضات الشعبيه كثير بيبرزوا يعني بينفروا الاغاني اللي بتكتبهم بالمرحله الاخيره يعني شفنا يعني بس يكون الناس منتفضين بالشارع يعني بنشوف على صفحات الصور بيتبنوا هالاغنيه مثل اغنيه الحمد لله اللي حققت انتشار رهيب فعلا كثير كبير وبيسالوني كيف احوالي الحمد لله شو بدي اقول حاسس حالي صرت الحالي لا دوله ولا قانون. صحيح. يعني مش كمان هو سير حال الناس يعني كلهم هلا مين ما تسال من الناس بتكون عم بتموت بلبنان بتقول له كيفك بيقول لك الحمد لله شو بدي اقول انه حاسس حالي صرت حالي لا دولي ولا دولي ولا يعني اليوم كلنا سوا عايشين بهالبلد كلنا سوا للاسف يعني دولتنا سرقتنا دولتنا بتعتدي علينا دولة عم بتكون مش حدنا يعني اليوم الانسان بيعيش بدولة لدولة تحميه اول شغلة بالحياة انك غير انك تاكل تاكل اوكي بس انه مينيموم تامن لك السكيورتي تبعك الامن تبعك والامن مش هو انه واحد يجي يضربك ولا يضربني ولا يفوت علي يقتلني الامن هو حتى الامن القومي عم تاكل يتامن لك الامن الغذائي اكزاكتلي هذا هو الامن الغذائي المعيشي كمان الامن المعيشي اليوم صحيح. انا كيف انا بدي اكون انا شغلت كل حياتي شلت شويه مصاري على جنب لحتى اقول انا عندي ريتريت وامن اقدر امن مستقبل بنتي ولا امن مستقبل الناس عائلتي بتكي بطل معك شيء بتختفى كل شيء وبدك ترجع تبلش من جديد يعني اليوم الدولة اللي هي مفروض تحميك هي صارت عدوك ومكتوب بالغنية يعني هلا رح نشوف بهالمحطة بهالوقفة يعني الغنيتين الحمد لله وغنيت كمان حلم وطن رح نشوف فيديوز للعملين يعني وان شاء الله قريبا بتتسجل بالاستوديو غنية حلم وطن ان شاء الله مثل ما بدك يعني ان شاء الله لا ان شاء الله ايه ضربة معلم خلينا نشوفهم سوا صرخت بكفي قهر وينك
يا حامي الكل وقت دموع الزل تنفر من عيون الكل صرخت بكفي قهر وينك يا حامي الكل وجعنا منو محمول ولادنا عم بتجوع وجعنا منو محمول ولادنا عم بتجوع شردونا من الحلم صار الحلم نفل وبيسألوني كيف أحوالي شو بدي قلن من هو دولي سرقت أموالي وصوتي مش مسموع وبيسألوني كيف أحوالي شو بدي قلن مذلول دولي اغتصبت قراري وبوطني مسجون لما صوت الظلم بيعلى عصوت العدالة بتصير الدولة عدوي لمعنى الرسالة لما صوت الظلم بيعلى عصوت العدالة بتصير الدولة عدوي لمعنى الرسالة الثورة بدها ناس تقوم توقف مع المظلوم الثورة بدها ناس تقوم توقف مع المظلوم شردونا من الحلم وبالحقيقة مش رح منفل ثورة 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 الحوار معك بيتشعب بكتير من المواضيع هيدا الكتاب نفد من المكتبات ومن الأسواق ما عاد كتير موجود مش ما عاد كتير موجود بطل موجود بطل موجود بنسخ قليلة حصلت أنا على نسخة أنا تركت تعرف تركت صندوق للأصحاب صحيح للأصحاب إستوار دو مونبيي بيردو خليني أقول إنه في قصة ستك يعني بالكتاب يعني ستك والمجتمع كله صح أنت وعم بتفلفش بصفحاته بتشوف إنه في أكثر من رسالة لرموز صحيح يعني لرموز سياسيين لتيارات سياسية بدون ما تسمي بدون ما يكون في زواري بالتسميات قدرت توصل رسالة من خلاله باسم نبيل اللي إذا بتقلبه هو نبيل لبنان صحيح. شو بدك تحكي عن هالكتاب؟ ليك رح أحكي كتير بسيط إنه أنا أول شيء الكتاب عملته بال2008 تيتا كانت بعدها متوفية وأنا عندي علاقة كتير حلوة مع ستي يعني ستي أمبيك صحيح اللي هي كانت عايشة معنا يعني وعندي علاقة بتاخد العقل معها كتير حلوة ف حطيتها بالكتاب خبرت قصتها شوي بالكتاب اول شابتر خبرت قصه ستي كيف قصتها كثير مشعبه وهذا وبعدين من خلال ستي قررت انا ابعت مساج اذا بدك شوي دراسه عن الوضع الاجتماعي السياسي بلبنان اليوم كل القصه بتقول انه ستي عندها 7 اولاد وقررت تخبر لكل ولد من الاولاد قصه واحده وما بتخبره غيرها يعني روبير بتخبره خفرت خبريه ما بتخبره غيرها كل يوم بتخبرك زيت الخبريه ما بتخبرك غيرها مثل هالمجتمع اللبناني اللي كل مجتمع ما بيخبر خبريه الا زعيم واحد ما في كل واحد بيعرف مين زعيمه كل واحد خبريه زعيمه بس خبريه زعيم واحد وما بتخبره غير زعيم بس والخبريه هي اللي انا بالقصه انه ستي حورت القصص الحقيقيه لتعمل من كل واحد منهم بطل يعني هودي القصص منا قصص مزبوطه يعني القصص من نسج الخيال القصه من نسج الخيال بس في كتير فيها شوي يعني هي اللي بتخربط شوي الناس اوقات بيجي بيقول لك منه مزبوط على الاخر مثل ما انك قايل وانا ما بحياتي قلت انه هذا الكتاب هو تاريخ يعني هذا مش كتاب تاريخ كاتب التاريخ انا عم بكتب قصه من نسج خيالي لوصل رساله للناس كيف كل شريحه من المجتمع بتشوف الزعيم تبعها من منظاره وما بتشوفه الله يعني كل زعيم بتشوفه بتشوف انه هذا هو وبيخبي اخر الكتاب يعني في خبريه باخر الكتاب اللي هي قصه نبيل اللي عم تقولها اللي هي قصة اذا بتقلبوا ليبان يعني نبيل بتصير هو قصته بيو بيير وامه فاطمه مسيحي ومسلم وقرروا يعيشوا مع بعضهم لحد ما يعملوا عائله لانه تحدوا كل المجتمع والظروف لحد ما يعملوا عائله ف بتعرف وقتها بيجيب ولد جابوا الولد سموه نبيل كل واحد منهم بحب الولد على طريقته يعني الله. انت فيك تحب الشغله قد ما بدك بتحبها بس انت بتحبها مثل ما انت بتعرف انت ما فيك تحبها مثل ما غيرك بيشوف او مثل ما العلم بيشوف انت بتحبها مثل ما انت مربى فاليوم نبيل تربى بطريقه امه كانت عم بتربيه مثل ما هي تعودت ومثل ما عم علموها تربي وبيو كمان كان عم بيربيه مثل ما هو كمان واثنينهم بحبوه للموت
فهيدي قصتنا شوي بلبنان، وكيف بالاخر بعدين صاروا يتقتلوا ببعضهم لانه هيدا هيدا الشيء ما كانوا كثير عم بيقدروا يتفقوا مع بعضهم على مربى هالولد، لحد ما شافوه يعني صاروا كثير في مشاكل بين بعضهم، لحد ما هونيك انهار شو اسمه هونيك انهار، شافون الجيران عم بيتقتلوا ويتذبحوا، قالوا له انتم مش خارجكم هالولد، اخذوا عطوه لحد تاني مع الاسف. مع الاسف كانوا عم نقول لبنان منو بحاجه تحكموا انتم، بده بعد حدا ينتدبوا. ليك يمكن 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 احسن تعريف، لانه صراحه روبير انت اذا بتشوف اليوم لبنان خي شو مين حيكموا للبنان، اجوا جابوا لنا زعماء اللي كانوا خبريات، اجوا جابوا لنا هودي الجماعه اللي كانوا هن مسؤولين عن الحرب اللبنانيه، وعملون علينا امراء الحرب، وعملون علينا اوصياء، يعني نحن صرنا محكومين من هدول الناس اللي اقوى منا بكتير، واللي خلينا بالبيئه، خلينا بالبيئة، خلينا بالفن، خلينا بالموسيقى بالغنيه. جوني بختام الحلقه بدي اقول انت اليوم ساكن صيفا شتاء خارج يعني زغرتا وقادين، حتى وقت كنت عم تقلي تصطاف خارج قادين، وهيدي شغله كتير قليله عند الزغرتويين، يعني كتار بيشتوا ببيروت بس بيصيفوا بقادين. انا بعرف انه حاولت تعطي قادين، وكنت انت اسرع مدير عام احدى المؤسسات يعني، وتركت يعني بوقت كتير قليل. بدي اقول فيك تطلع انت من اذن، بس اذن ما فيها تطلع منك ابدا. لا ما بطلع من اذن، نستعيدك قريبا جدا. لا لا روبير ليك مثل ليك شوي اذا بدك حالتي صغرتها، مش حالتي انا بس وحده، في كتير من الشباب انت كمان وكتير من الناس اللي اليوم انه صغرتها ما فيها تعطيك هالمجالات العمل الكبيره هالفضل وهالفضل هذا. فنحن كلنا سوا بنحلم كتير، وحلمنا شوي يمكن بعدنا عن المنطقه، بس نحن بالاخر اهلنا هون وارضنا هون، انا عندي ارض هون عم بزرعها فوق واهلي هون وقريبيني هون، ما في حدا يطلع من تيابه، بالعكس بنطلع عنا، اكيد عنا عيالنا برا وعنا وقدرنا عيشنا برا وهيك، بس انه بالاخر مسقط راسنا هون وبالاخر انه بالعكس الضيعه هي ضيعتنا وبنحبها وبنحب قد الدنيا، وانا واثق وكل شغله فينا نقدمها. انتبه روبير انه انا اليوم ماني زعلان ابدا لا من محميد اهدن ابدا، يمكن ما صارت فرصه نشتغل سوا ان شاء الله، يمكن بكره جداً بتصير فرصه. هلا انا بدي اسالك سؤال، تفضل. بلجنة المحمية. نعم. انت ليه ما عم تشتغل كثير؟ انا معتكف لانه خلصت وقت اللجنة، بعتبر انه نحن اليوم ما في شيء اسمه لجنة تصريف اعمال. اوكي انا باحلت اعتكاف يعني. اوكي بس ما فيك تكتكي. انا بدي اقول لك انا اليوم المحاور وانت الضيف، خليك عائلة. جوني فنيانوس الدكتور الفنان، لو يعني شئت ام ابيت يعني بين التاليف وبين التلحين وبين الموسيقى وهالتشعب بالغني بحياتك، الوزنات اللي الله عطاك اياهم، بنقول لك ضيف عزيز من اهل البيت، ضيوف كتار بالحلقات اللي جاي من صغارتا امبارح بكره، اسماء كتير بالبال. تابعونا، الى اللقاء. صغرت الفرحه صغرت السكره، مجد كذاب مشهور، انت امبارح انت بكره انت اليوم. Robert Frangieh.